شو بكي؟ سارة شو صار؟ شفتي؟ هاي عين صابتك شبانة شو بكي على شو عم تطلعي؟ لسه قاعدة روحي جيبي فليفلة حمرة من المطبخ يلا بسرعة تعرفي بالناقص منك بقدر قوم أنا ماني عاجزة على شو متفرعني؟ خالتي لا عمى. صدقيني أنا منيحة وما فيني شي ليكي بنتي الحسد مو هين أبداً لهيك لازم الواحد ينتبه كتير وبيقولوا إن الفليفلة بترد العين ما فهمتي هلا؟ بس أنتي مصدقة هالحكي؟ زاهين ما في داعي لهالشي كله هلكني اجيت قلتلك انه رح يطرقوكي عين قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق امي هي بس تشردقت مو اكتر انت ما دخلك انا بعرف شغلي سارة صابطة عين وانا متأكدة خليك بحالك احسن لك الله يحميك يا بنت خالتي لك انت ليش ما عم تفهمي علي انا خالتي انا ماني حامل شو عم بتقولي؟ كان بدنا نخبرك بأقرب فرصة أساساً هداك اليوم صار معي تسمم غذائي وهلأ تشردقت بس مو أكتر